كيف الاخوان الاسم اسمه انا اتكلم انا هذا ما يعرف اللغه العربيه يعني انت ايوه انا اتكلم ايوه الاسم اتكلم باللغه الاسم قول له الاسم بودي كمان يعني جبني قولي اسم ادريس محمد عباس ابراهيم صافي ايوه طب قول له اليوم قدموا مستوى رائع واجمل من رائع يعني نشكرهم على هذا المستوى اللي شرف فيه الكره السعوديه ولا الشغل السيء شكرا لكم على هذا اللقاء الجميل بس اشوف انا شايف الحكومه جاء يعني هذا ما شكله ما يطمن يلا شكرا اما الان